مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى الموجز الإخبارية. في إطار مكافحة الإرهاب، تمكنت مفرزة من قوة الجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي لولاية عين الدفلة بإقليم الناحية العسكرية الأولى صباح اليوم الثلاثاء إثر عملية تمشيط قرب المكان المسمى الجرابيز ببلدية البطحية جنوبي غرب ولاية عين الدفلة، من القضاء على إرهابيين واسترجاع مسدس الرشاش من نوع كلاشينكوف وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوفا ونظارة ميدان وقنبلة يدوية وكمية من الذخيرة. من جهة أخرى، وفي إطار حماية الحدود ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة، تمكنت مفارز تابعة على التوالي للقطاعين العمليتين لتمرست وعين قزام بإقليم الناحية العسكرية السادسة يوم أمس من توقيف 11 مهربا من جنسية إفريقية مختلفة وحجز جرار بمقطورة وسيارة رباعية الدفع ومواد غذائية وكمية من المازوت وهواتف نقالة. في ملف حوادث المرور، لا زال إرهاب الطرقات يحصد المزيد من الأرواح، حيث لقي 37 شخصا مصرعهم وجرح 1302 آخرون في 1206 حادث مرور تم تسجيلها على المستوى الوطني خلال الفترة الممتدة ما بين 8 إلى 14 مارس الجارية حسب حصيلة أوردتها اليوم الثلاثاء مصالح الحماية المدنية. وأوضح ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت بولاية الأعواد بوفاة 4 أشخاص وإصابة 22 آخرين بجروح على إثر 17 حادث مرور. وأضاف أن مصالح الحماية المدنية قامت ب 4391 تدخل في نفس الفترة لتغطية 3863 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص من الخطر. في الأخبار الدولية وبالتحديد في تونس، حيث أكدت وزارة الداخلية التونسية اليوم الثلاثاء إن قوات الجيش والأمن فككت شبكات لإرسال شبان للقتال في ليبيا ضمن الجماعات المسلحة في هذا البلد، واعتقلت العشرات بينما عززت الحكومة انتشارها العسكرية على الحدود مع جارتها ليبيا. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن قوات الجيش والأمن أوقفت عشرة إرهابيين كانوا يحاولون التسلل إلى ليبيا للالتحاق بالجماعات المسلحة في ليبيا. وفي بيان آخر منفصل، قالت الوزارة إن قوات الأمن فككت 4 خلايا إرهابية تستقطب الشبان والطلبة لتسفيرهم إلى ليبيا للانضمام إلى تنظيمات إرهابية والمشاركة في القتال الدائر هناك، وتم إيقاف 22 إرهابيا. وقال رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد أمس الاثنين إن بلاده عززت حضورها العسكري والأمني على الحدود مع ليبيا لوقف تسلل الجهاديين إلى تونس وليبيا. في اليمن، قالت مصادر عسكرية إن الحوثيين الذين يسيطرون على أجزاء كبيرة في اليمن أقالوا قائد السلاح الجوي لرفضه تزويدهم بدعم جوي وعينوا بدلا منه أحد العسكريين المقربين لهم. وقالت مصادر عسكرية إن قائد السلاح الجوي اللواء راشد الجوند أقيل من رئيس هيئة الأركان أمس الاثنين وأحالتهما اللجنة الأمنية العليا التي شكلها الحوثيون بعد السيطرة على صنعاء إلى التحقيق، وعين بدلا منه العميد الركن خضر سالم الذي يقول المسؤولون إنه أكثر تعاطفا مع الحوثيين ولم يسن الحصول على تعليق فوري من الحوثيين بحسب ما نقلت وكالة رويترز. نهاية الموجز، شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.